طالب جديد ومعدل جديد معدلات الثانوية العامة اللي بترفع الراس من منصة وموقع وتد وطلاب الرائعين اللي جابوا هاي العلامات مع الطالب علي الزعاتر. يسعد اوقاتك علي. الله يحييك يا رب. الله يسعدك. يعني شرفنا اليوم انت وبمعدل عالي ما شاء الله عليك في التوجيه. والله إلي الشرف إلي الشرف. كم معدلك كان بالتوجيه يا علي؟ 98.6. ما شاء الله معدل عالي جدا ما شاء الله. الحمد لله. كنت تتوقع معدلك؟ والله للأمانة بقيت متوقع أعلى، بس الحمد لله معدل كثير كثير مرتب. مين أكثر شخص كان واقف معك فترة التوجيه يعني؟ والله أمي. أمي يعني ما قصرش مرة، يعني أمي هي الشخص الأساسي بحياتي يعني. مش بس شو بتحكي لها؟ يعني بقول لها إن شاء الله إني قدرت أفرحك، وإن شاء الله يعني دائما أظل النجاح نجاح اللي أقدر أظني رافع راسي. يا رب. ما شاء الله دائما إن شاء الله رافع راسها بمعدلات وعلامات عالية. علي شو مسجل على موقع وتد مواد؟ سجلت انجليزي عند الاستاذ محمد مشعل، رياضيات عند الاستاذ يزن العقرباوي، وعربي عند الاستاذ معن الدقمس. اذا الاستاذ محمد مشعل والاستاذ يزن العقرباوي والاستاذ معن الدقمس. شو علامتك بالثلاث مواد؟ رياضيات 195 ما شاء الله، انجليزي 192، عربي 190. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. يعني كنا ان شاء الله نطمح للافضل، بس ان شاء الله معدل عالي جدا. ما شاء الله ما شاء الله عليك. طيب هلا احنا جبنا معدل عالي والان بدنا ننتقل للجامعه. شو تخصص اللي حاب تدرسه يا علي في الجامعة؟ إن شاء الله لغة إنجليزية. إن شاء الله رب العالمين ربنا يعني هم الأدبي أعلى إيش عندهم اللغة. أيوة بالضبط هو أفضل يعني. إن شاء الله يا رب ربنا يوفقك يا رب في القادم يا علي. طيب علي مبسوط بعلامتك؟ جدا مبسوط يعني راضيا عنها. حتى أنت كنت حكيت لي إنك نعم متوقع الأفضل. كنت متوقع أفضل، بس الحمد لله يعني الواحد لازم يرضى وإشي والله منيح يعني. الحمد لله رب. طيب كيف كانت سنة التوجيه عليك علي؟ والله بقت صعبة كثير للأمانة، يعني أنا مرضت فيها كثير وعشان إنه بقيت أدرس هلكت حالي فبقت صعبة شوية، بس بظل إلها ذكريات حلوة. أكيد يعني أكيد. طيب الآن إجت لحظة النتائج، انعجبني في الوزارة، كانت الساعة 3 صارت الساعة 4 صارت الساعة 5. سبب توتر، مين أول واحد حضنك وصرخ هيك لما جبت النتيجة؟ بقى ابن خالي بقى جنبي وبقينا احنا الاثنين متوترين مع بعض. وتوجيه برضه؟ لا هو اصغر مني بسنتين. فبقينا نلاخي وهيك فطلعت عبطنا بعض والحمد لله كثير يعني. الحمد لله. حرفيا احلى فرحه بالحياه. الحمد لله رب العالمين. هي هاي الفرحه راح تتذكرها. أيوة بعد ان شاء الله انه هاي الفرحه راح تضلها في بالك يعني. والله جدا جدا ان شاء الله رب العالمين من عالي لاعلى يا رب. وان شاء الله بنلتقيك وانت حاصل على البكالوريوس ان شاء الله بدك اياه. رساله علي في النهايه بتوجهها لاساتذتك محمد مشعل يزن العقرباوي ومعن الدقمسة، ورساله لموقع وتد. يعني والله مبدئيا الموقع بشكل عام يعني حرفيا انا بقيت ماخذ عند اكثر من موقع، ولكن موقع هذا يعني ما شاء الله يعني والله ما هو بمجامله، ولكن هو افضل موقع بقى من ناحيه الاستخدام من ناحيه كل شيء يعني بوفر لك اياه. اما عن الاساتذه فهذا حكي ثاني بالمره يعني ما شاء الله، خصوصا الاساتذه اللي اخذت عندهم، وحاب اوجه جد رساله شكر لهم يعني والله ما قصروا، خصوصا الاستاذ يزن العقرباوي يعني الله يعطيه الف الف عافيه. وايضا تحيه يعني ما شاء الله استاذ شبه متكامل، تحيه لكل الاساتذه، استاذ محمد مشعل استاذ معن الدقمسي واستاذ يزن العقرباوي. وتحيه لك ايضا الله علي يعني على الاعلام الرائعه. طالب علي الزعاتره بمعدل 98.6 الفرع الادبي، بنتمنى لك كل التوفيق يا علي الله في القادم ان شاء الله. كل شكر لك. كل الاحترام. الله يرضى عليك. شكرا شكرا. وتد منصة أوائل المملكة.